ماذا يخطر ببالك عندما تسمع عبارة مدينة في البحر؟ كلا، لست أتحدث عن إحدى مدن أطلانتس المفقودة التي غرقت منذ قرن ولم يعاد اكتشافها إلا مؤخراً. حسناً، كنت أعني حاملة الطائرات، وهي بالفعل أقرب إلى مدينة عائمة في البحار والمحيطات، واليوم سنتعرف عليها بصورة أكثر تفصيلاً. 8. سفينة وقاعدة جوية ومدينة صغيرة. وليس الغرض الوحيد منها حمل الطائرات كما يوحي اسمها، وإنما تؤدي 4 وظائف رئيسية، وهي نقل الطائرات الحربية إلى أي مكان في العالم، والعمل كمطار لإقلاع الطائرات وهبوطها، والعمل كمركز قيادة متنقل للعمليات العسكرية، وإيواء الطواقم المسؤولة عن القيام بكل ذلك. لذا يمكننا القول أنها قاعدة جوية كاملة محمولة على سفينة ضخمة تضم أقساماً مختلفة ولكل منها دور محدد. يوجد سطح الطيران أعلى السفينة بالطبع، ويضم مدرجاً لإقلاع وهبوط الطائرات مجهز بأربعة مقاليع لدفع الطائرات كي تكتسب سرعة كبيرة تكفيها للإقلاع في الهواء من مسافة قصيرة. وأسفل سطح الطيران يوجد طابق سفلي يضم الطائرات غير المستخدمة حالياً، ويستوعب ما يصل إلى 100 طائرة. إنه أشبه بمرآب كبير للطائرات. وهناك أيضا مصاعد ضخمة لرفع الطائرات إلى سطح الطيران. وإلى جانب ذلك يوجد أيضا على سطح السفينة مكان مخصص لضباط التحكم في الرحلات الجوية، وغرف إيواء للطاقم، ومحطة لتوليد الكهرباء، ونظام الدفع المسؤول عن تحريك السفينة، علاوة على أنظمة المعيشة الأساسية التي توفر خدمات الطعام والمياه العذبة والصرف الصحي، وحتى محطات البث الإذاعي والتلفزيوني لمختلف الأفراد على متن الحاملة. تعتمد الحاملة على مفاعلات نووية لتوليد البخار الذي يدفع شفرات التوربينات المسؤولة عن إنتاج الكهرباء اللازمة لتشغيل كافة الأنظمة الموجودة على متن الحاملة. تخيل كل ذلك على متن باخرة كبيرة تطفو في سطح المحيط. 7. إنها ضخمة. بالطبع يجب أن تكون ضخمة كي تستوعب كل هذه الأشياء على متنها، ولكي تستوعب مدى ضخامتها يكفي أن تعلم أن معظم حاملات الطائرات تصل مساحتها إلى 4.5 فدان، بينما يصل طولها إلى 300 متر. يمكنها أن تستوعب بسهولة ملعبا لكرة القدم. ومع ذلك فهذه السفينة العملاقة تتحرك بسرعة مذهلة تبلغ 35 عقدة في الساعة، أي ما يعادل 64 كيلومتر في ساعة، ما يمكنها من الوصول إلى أي مكان في العالم في غضون بضعة أسابيع، وهذا بفضل تلك المراوح الضخمة والمحركات التي تعمل بالطاقة النووية كما ذكرنا منذ قليل. ويصل وزن المراوح إلى 30 طناً، ويصل طولها إلى 6 أمتار، ويبلغ العمر الافتراضي لحاملة الطائرات 50 عاماً تقريباً. 6. تعتبر مناطق ذات سيادة. وفقا لقوانين حرية الملاحة الدولية، تعد حاملات الطائرات رسميا مناطق ذات سيادة أيا كان موقعها في المحيط. لذا فلا عجب أنها تمثل ركنا شديد الأهمية في معادلة القوة العسكرية للدول التي تمتلكها. لا يمكنك إنشاء قاعدة برية دون اتفاقات وترتيبات خاصة، لكن يمكنك إرسال حاملة طائرات إلى أي مكان حول العالم لتنطلق منها الطائرات وتنجز مهامها قبل أن تعود إلى الحاملة مجدداً، وبإمكان الحاملة أن تواصل ذلك دون توقف طالما أنها تحصل على الإمدادات اللازمة بصفة منتظمة. 5. توظف الآلاف من الأفراد. لا تعد حاملة الطائرات مدينة عائمة في البحر بسبب حجمها الضخم فحسب، بل للعدد الكبير من الأفراد الذين يعيشون ويعملون على متنها، ويتراوح عددهم من 5000 إلى 6000 شخص، وهم يعيشون في تلك السفينة المكونة من 7 طوابق متتالية ويتنقلون بينها بالمصاعد. وبطبيعة الحال فإن الطوابق المخصصة للمعيشة تغيب عنها مظاهر الرفاهية، فأماكن المبيت شديدة الضيق وتتكون من عنابر يستوعب الواحد منها 60 شخصا ينامون في أسرة مفردة تسمى رفوف، إذ أنها توجد فوق بعضها في وحدات ثلاثية، ويحصل كل فرد على خزانة لحفظ الملابس والممتلكات الشخصية، ويوجد في العنبر حمام واحد وغرفة صغيرة لمشاهدة التلفاز. أما سكن الضباط فقد يكون أفضل تجهيزا، لكنه لا يختلف عن العنابر كثيرا من حيث ضيق المساحة.
يتناول الأفراد طعامهم في إحدى قاعات الطعام على متن حاملة الطائرات التي تقدم 18,000 وجبة يومياً. وهناك أيضاً غرفة لغسيل الملابس وعيادة طبية وصالة رياضية صغيرة وصالونات حلاقة وعدد قليل من المتاجر ومركز اتصالات مرتبط بالأقمار الصناعية، حيث يمكن لأفراد الطاقم الاتصال هاتفياً بعائلاتهم. قد تعتقد أن الأشخاص الذين يعيشون على متن حاملة طائرات يستمتعون بأشعة الشمس وهواء البحر المنعش طوال اليوم، ولكن الحقيقة هي أن معظمهم نادراً ما يرون الشمس، إذ لا يسمح بالصعود على سطح السفينة سوى لعدد قليل من الأشخاص، بينما يظل أغلب أفراد الطاقم في الطوابق السفلى معظم الوقت. 4. تضم العديد من الوظائف المختلفة. ما يقرب من نصف الوظائف على متن حاملة الطائرات ترتبط بالطيران وصيانة الطائرات، مثل الطيارين ومراقبي الحركة الجوية والميكانيكيين. أما النصف الآخر فهي الوظائف المرتبطة بالسفينة والمسؤولة عن انتظام العمل بأقسامها المختلفة، بدءا من إعداد الوجبات إلى المفاعلات النووية. وتعتمد البحرية الأمريكية نظام الترميز اللوني لأزياء الطواقم المختلفة على متن حاملة الطائرات كما ترى عندما تنظر إليهم، اعتمادا على رتبتهم ومناصبهم. يرتدي أفراد الجناح الجوي زيا بأحد تلك الألوان السبعة: الأصفر والأخضر والأبيض والأحمر والأزرق والأرجواني والبني والأسود. لذا على سبيل المثال يرتدي ضباط المقلاع وكوابل الكبح زيا أصفر، بينما يرتدي طاقمهم زيا أخضر. بالمناسبة يعد العمل المرتبط بالمقلاع وكوابل الكبح من أصعب الوظائف وأخطرها على متن الحاملة. والزي الأرجواني مخصص فقط لعمال الوقود، وهي وظيفة أخرى شديدة الخطورة أيضاً نظراً لتعامل أفرادها مع سوائل قابلة للاشتعال ومحركات ساخنة. أما الزي الأسود فيخص المفتشين النهائيين. على أي حال، إذا قمت بزيارة إحدى حاملات الطائرات فلا تندهش إذا رأيت تلك الأزياء الملونة من حولك. 3. تشهد حركة جوية كثيفة أكبر من المطارات. أجل، مثل أي مطار تشهد حاملات الطائرات المتطورة حركة كثيفة لإقلاع وهبوط الطائرات من مختلف الطرازات. على سبيل المثال تستطيع حاملة الطائرات الفرنسية شارلي دي جول إطلاق طائرة كل 30 ثانية بحد أقصى، وهذا معدل أكبر مقارنة بالمطار الفرنسي الذي يحمل نفس الاسم، مطار شارلي دي جول في باريس. حركة الطائرات في الإقلاع والهبوط على متن حاملة طائرات بهذا المعدل يعد من أصعب الوظائف وأخطرها وأعلاها ضجيجاً في العالم. خطوة واحدة خاطئة قد تؤدي لسقوطك في البحر. كما أن الطيارين يجب أن يكونوا على مستوى مرتفع من المهارة من أجل الإقلاع والهبوط على مدرج يتحرك باستمرار. وعلى الرغم من ضخامة سطح الطيران إلا أن طول المدرج لا يتجاوز 150 متراً. قد تظن أنها مسافة كبيرة، لكنها قصيرة جداً مقارنة بالمدارج التقليدية في المطارات الأرضية. إن لم يكن الطيار متمرساً ويقظاً بما يكفي، فقد يواجه خطر الاصطدام بحاملة الطائرات أو تجاوز كوابل الكبح التي تساعد في إيقاف الطائرة. 2. تستطيع الإبحار لسنوات. أغلب حاملات الطائرات اليوم تعمل بالطاقة النووية كما ذكرنا من قبل، أي أنها لم تعد بحاجة إلى التزود بالوقود بصفة دورية، بل يمكنها العمل لمدة تتراوح بين 20 و25 عاماً قبل أن تحتاج إلى ذلك. لكن حتى لو كانت الحاملة لديها ما يكفي من الوقود للإبحار طويلاً، فإنها ما زالت بحاجة إلى إمدادات إضافية من الطعام ووقود الطائرات. ونظراً للمخاطر المرتبطة بزيارة الموانئ مرة كل بضعة أسابيع للحصول على الإمدادات، يتم نقل إمدادات حاملات الطائرات إليها في البحر المفتوح. تسافر سفن الإمداد إلى أقرب ميناء للتزود بالوقود والذخيرة والغذاء والبريد، وعندما تعود إلى الحاملة تقترب منها لتبحر بجوارها مباشرة، وهي ليست مهمة هينة على الإطلاق. يقوم البحارة بعد ذلك بمد الحبال والكابلات بين سفينتين ويسحبونها لتقريب المسافة بينهما، كما تستخدم المروحيات أحياناً لنقل الإمدادات من سفينة إلى أخرى. 1. يمكنك إرسال البريد إلى حاملة طائرات أمريكية. لا يمكنك إرسال بطاقات المعايدة إلى صديقك الذي يعمل على متن غواصة، بالطبع هذا بديهي، لكنك تستطيع إرسال الخطابات بالبريد العادي إلى حاملات الطائرات. أجل، هذه السفن الضخمة لديها عناوين حقيقية تتمتع بخدمة البريد. على سبيل المثال
إذا كنت تريد إرسال خطاب بالبريد إلى شخص يعمل على متن حاملة الطائرات USS Gerald R. Ford، فكل ما عليك فعله هو لصق طابع البريد وكتابة العنوان التالي على المظروف: USS Gerald R. Ford CVN 78. مع رمز البريدي يمكنك العثور عليه على الإنترنت وسيصل خطابك إليه. والأروع من ذلك أن بإمكان أفراد الطاقم التسوق على الإنترنت، وعادة ما يتسلمون مشترياتهم في غضون 10 أيام. حسناً، هل ترغب في زيارة حاملة طائرات أو ربما العمل على إحداها؟ أخبرنا في التعليقات أدنى. اضغط على أعجبني هذا الفيديو وشاركه مع أصدقائك وانقر فوق اشتراك لتظل دائماً على الجانب المشرق من الحياة.